معكم مستمعينا الكرام. اذا معنا سلمى. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، شخبارك؟ صباح كل شيء مزيان الحمد لله. مرحبا بك معنا. تفضل سلمى، شنو اخترتي لينا اليوم؟ اليوم غنديروا البان دي بيس، خبز ديال التوابل. ايه فان كيك نورمالمون. اها كيتمنى البان دي بيس و لي كريب بالكفته بحال بليغات. مرحبا، نبداو بهذا لو بان افيك دي بيس. صالي ولا سكري باش تبدا؟ بالصالي. صالي زاد الوغ بور لي كريب ياك كنحتاجو نص لتر ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده مذوبة، 225 ديال غرام ديال الدقيق البيض، وجوج بيضات ومليحة والدجاج. ايه نعاودوهم. نص لتر ديال الحليب، 225 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبدة مذوبة، وجوج بيضات ومليحة والدجاج. صافي الوغ كنديرو الحليب في الكاس ديال في الخلاط الكهربائي. كنديرو الحليب، نزيدو عليه الدقيق والزبده والبيض، كنخلطو المهم كلشي في دقه واحده والملح والابزار في مره واحده. كنبقاو نديرو بمغرفه في المقله ديال المكرونه. المهم نديرو هذا في المقله. شوف بلاصتي ما كتخليهم لا يرتاحوا ولا حتى حاجه. لا با فورسيمون، ماشي مشكل. صافي غير كتحيد ديك الرغوه الفوقانيه اللي كتكون كتحيدها هكا بالمغرفه وكتبدا تخدم. كدير كل مره الا كانت كيتلصق لك شويه ولا جاو محمرين كدير الزبيده كتدهن بها المقله باش كيجيو مفشفشين في فهمتيني. ايه وكطيبهم حتى كتكملهم كاملين. ودابا ندوزو للحشوه. الله عندنا 250 غرام ديال الكفته ديال لاباند ولا ديال الدجاج. بيضة نص معلقة نص بصلة محكوكة، مليحة وبزار، جوج معالق كبار ديال الربيع كزبر ومعدنو، 80 غرام ديال الخبز المحمص لاشابلوغ وصافي. عندها نعاودو 250 غرام ديال الكفته يا اما الدجاج ولا البقري اللي بغيتي. كتبقى اختياريه. اختياريه. بيضه نص بصله محكوكه، مليحه والبزار، جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس، 80 غرام ديال الشابلوغ. الشابلوغ دابا. وباش نقليوهم كندوزوهم كنديرو الطحين، كنكوروهم كنخلطو هاد الحشوة مع بعضها ونكوروهم بحال بريعدات صغار. وندوزوهم في الطحين من بعد في البيض ونعاود ونشابلو. كندوزوهم مرة ثانية في الطحين أبخي البيض جوج بيضات مفروخين ومن بعد الشابلو. صافي ونقليوهم في حمام زيت. دابا غادي ندوزو دابا لي كريب. الكريب كل وحده نقسموها على اربعه. وكنحطوا هذيك يا اما بغيتي ديري لا مايونيز ولا فرماج بحال جبلي فرماج فري. فرماج فري ولا المايونيز ونحطوا فوق منهم هذاك الصبيه ديال الكفته. ونسدوهم من الفوق بداك بالعود لي كوربون. صافي دير عملتي الكريب في الاول عملتيها كبيره هلاك باش تقدر انك تقسم على اربعه. تقريبا 20. اييه 20 سنتيمتر ميم با. كنقسموها على اربعه. كناخذوا هذوك الحشوه يعني كنشكلوها على شكل صبيه، كنلويوها في المايونيز ولا في الفخوماج فخي، عاد كنلويوها في لاكخيب، عاد كنلويو لاكخيب في سميتو في الطحين والبيض ولا شابلوغ، عاد كتقلى. ياك هكذا فهمت؟ ماشي هكذا مره. يلا عاود. قولي سلمى. حتى كنقليوهم. داكوغ صافي دابا عاد فهمت. اييه. باش نبغيو نترفيو باش نبغيو نحطوها. صافي باش كنبغيو نحطوها صافي دابا فهمت. نقسمو لاكخيط على اربعه. اييه. وغنجمعو الجناب ديال هذاك الحواشي ديال الكخيط باش نقولو. نحطو كنديرو دابا كندهنو لاكخيط بالفخوماج فخي. اييه. ونحطو
وشوية ديال المايونيز ونحطو فوق منها داك الصبية ديال الكسة ونجمعو غير الجناب. صافي فهمتك. الجناب ديالهم كتجي بحال البليرة. صافي اها عرفت. نجمعو غير الجناب ونديرو كوب دونفلو. عرفت هذاك الشكل. صافي واضح دابا. تزيد فوق منها يا إما زيتونة ولا طريف ديال الفرماج حمار ولا الكاشير، المهم شي حاجة من فوقتاش زعما كتجي تذوق هذاك لو كوب دون. صافي مفهوم. أييه مفهومة دابا؟ لا مفهوم. alors pour le pain d'épices, on va devoir ajouter 10 centilitres de lait qui gira et mon préféré c'est le cake. Yalla. Qui gira si le lait qui est beau spéculoos, regardez je vous aide. أكيد نصيص الجبل عن المقادير. المقادير عندنا 10 سنتيلتر ديال الحليب. شحال كتجي؟ عطيني القياس آخر بالكاس بالمعلقة بشي حاجة. 100 ملي. نو زعما واش عطيني قياس للناس زعما ماشي أي حد غيقدر داكشي أنا حيت كنعبرها بالجرام. ألوغ كتجي ما كاملاش كاس. 3 كاغ ديال الكاس. صافي. 100 سنتيلتر ديال الحليب. 250 غرام ديال العسل. 100. ندير العسل كنقول لك المقادير كاملين عاد ندوز الطريقه يعني. تفضل خذ راحتك يعني الطريقه اللي انت ما بغيتي تقدمها بها ماشي مشكل تفضل اللي تجيك سهله. 250 غرام ديال العسل 100 سنتيلتر ديال الحليب كنخلوهم مع بعضهم بوحدهم كنشدو حتى 90 غرام ديال الزبده كندوبوها مزيان ياك كنديرو كنزيدو هذيك الزبده على الحليب والعسل ونزيدو عليهم لافارين 200 غرام وصاشي ديال الخميرة الحلوة 100 غرام. شحال ديال الطحين؟ 200 غرام. 200 غرام اها. وان صاشي ديال الخميرة الحلوة. اييه. صاشي فيها 7 غرام كتكون 7 غرام بهاد العبار 7 غرام. موراها ملي كنخلطو مزيان كنزيدو عليهم 50 غرام ديال لاكاسوناد. ديك السكر البني. ياك نزيدو 50 غرام ديال لاكاسوناد وبيضه وديك الساعه كنزيدو التوابل القرفه وسكينجبير اللي بغى يدير الكوزه يديرها محكوكه اللي ما بغاش تعطي اضافه ولا لا واش كديريها انت ولا لا انا ما كنديرهاش صافي ما نديروهاش حنا نجربو الطريقه ديالك ديانا صافي الو قرفه سكينجبير معلقه ديال القرفه معلقه كبيره الو لا معلقه تكون عامره ديال القرفه ومعلقه نص زعما نصفيه ديال السكينجبير وبديانا محكوكه فلور دانايس وصافي كنخلطو كلشي ونديروه في المول مول طويل من فوق اللي بغى يزيد عليه شويه ديال هذا اللوز مهرمش ولا داك لا ساغل دو سكر من الفوق غير باش يذوق ولا اللوز افيلي انا درت اللوز افيلي وهذا وكندخلها للفران كطيب على حراره 180 درجه مي كتخرج بالصحه والراحه نعاودوها عافاك كتبع لك واخا الوغ 10 سنتيلتر ديال الحليب 250 غرام ديال العسل 90 غرام ديال الزبده 200 غرام ديال لافارين وصاشي ديال الخميره 7 غرام 50 غرام ديال لاكاسوناد بيضه معلقه كبيره ديال القرفه معلقه صغيره ديال السكينجبير بديانا محكوكه الوغ كنسخنو الحليب مع العسل كنديرو في الغاسيبيون ديالنا كنزيدو علو 90 غرام ديال الزبده مذوبه نخلطوهم مزيان نزيدو عليهم لافارين وصاشي ديال الخميره نخلطوهم حتى هما ونزيدو عليهم 50 غرام ديال لاكاسوناد والبيضه ملي نخلطو كلشي راه كتجي العجينه خفيفه شويه ماشي بحال ديال الكيك العادي كتجي العجينه خفيفه كنخلطو كلشي كنزيدو عليهم القرفه بديانا وسكينجبير التوابل اللي بغينا ونديرهم منين نديرهم في المول يا اما نذوقوهم كتخلطهم يعني غير كتجمعهم وصافي ماشي غير تجمعهم لا قدرنا حتى شي بلا بلا والو غير فوي ولا المهم غير بيدك كنذوقوهم من الفوق يا اما باللوز افيلي ولا الكونكاسي ولا اللي عنده شي حاجه وبغى يذوق بها ماشي مشكل واذا ما زوقناش كاع انا ما عرفتش اش تخيلت وما مزوقش غيجي افضل ماشي مشكل يعني انا ما تخيلتش انا لوكو ديال اللوز مع هاد المقادير اخرى
كل واحد الذوق ديالو، لكن انا ما تخيلتوش. لا حيت كاين كيعطي ان بلوس الحشوه اللي كيجي زوين صافي مقرمل من صافي. انت اللي مجرباها الوغ كيجي زوين صافي. حتى في الحشوه اللي حيت انا كيفاش جربتها، انا غير دقت جايبينه من برا. انا لقيتي كتقلب حتى انت لقيتي لي زانغغيديون راسك ودوقت السيده اللي دوقتني وعجبها حتى هي. تبارك الله عليك، اذا انت خديتي لو سكري راسك اكتشفتيه وعطيتيه لنا اللي خاطيك سلمى. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سلمى، شكرا جزيلا وان شاء الله نسمع صوتك مره اخرى. تحياتي مع سلمى.